أنتم مع الجزء الأخير من صدى الملاعب. قصتنا قبل الأخيرة عن نجم كروي وصل به المجد لأن يتربع على سدة رئاسة بلده بعدما كان أول وآخر إفريقي في التاريخ حتى الآن يتوج بالكرة الذهبية لأفضل لاعبي العالم عام 1995، يومها أيضا توج أفضل لاعب في أوروبا. حمادي قادبو وقصة الأسطورة جورج ويا. من أفقر أحياء مونروفيا إلى النجومية والشهرة والملايين وصولا إلى كرسي الرئاسة الليبرية، وكرة القدم هي جسر العبور وطوق النجاة. جورج ويا قصة ملهمة لمعاناة تحولت إلى أسطورة وقدوة للشباب الليبيري والإفريقي. في ليبيريا كانت البدايات، وفي الكاميرون لفت أنظار المدرب الخبير كلود لوروا الذي قدمه لأرسن فينغر مدرب موناكو حينها. وفي فرنسا أكد جورج ويا أنه سيكون في وقت قريب من الأفضل عالميا. الرحلة الفرنسية تواصلت 4 سنوات في موناكو، ثلاثها 3 سنوات مع باريس سان جيرمان، وبطولات جورج ويا تتضاعف من بطل ليبيريا ثم بطل الكاميرون ثم بطل فرنسا. وفي آخر مواسمه مع البي اس جي تربع ويا على عرش هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 8 أهداف، يتم تتويجه بعدها بالكرة الذهبية ليكون الإفريقي الوحيد إلى حد الآن الذي يحقق هذا الإنجاز. جورج ويا ومواصفات المهاجم المثالي، قوة جسدية خارقة وسرعة وفنيات، والمحطة الجديدة في الرحلة الطويلة إيطالية مع اي سي ميلان حيث بلغ التطور مرحلة السحر والإبداع. 5 مواسم مع الميلان توجها ويا ببطولتي كالتشو، وحيث ما حل ويا يرافقه النجاح حتى أن مجلة فرانس فوتبول اختارته أفضل لاعب إفريقي على مر التاريخ ليتقدم على كل من روجي ميلا وسامويل إيتو وديدي دروغبا. جورج ويا الرحالة احتاج لترك بصمة في الملاعب الإنجليزية لينتقل إلى تشيلسي وبعده مانشستر سيتي، وفي إنجلترا احتفل بكأس الإف أي كاب. جورج ويا عانق قمة المجد، ولكنه دائما لم ينسى ليبيريا الفقيرة، فكان قائدا وداعما ماديا ومعنويا لمنتخب بلاده، ثم نجح في الوصول إلى كرسي الرئاسة ليجتهد ويوظف علاقاته وخبرته الطويلة من أجل غد أفضل لليبيريا. لاعب نجم ورئيس وفنان ومواهب متعددة لأسطورة تميزت بشخصية رائعة متواضعة لم تنسى أصولها وعملت بجد من أجل الأفضل دائما. حمادي قردبو، صدى الملاعب.